أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ضعيفا في الحديث؟ وهل صحيح أن في مجموع الفتاوى أحاديث موضوعة؟ يا سبحان الله، هذا من التهجم على أهل العلم ومن تنقص أهل العلم. إليكما نعرف هذا القائل ما مرتبته في علم الحديث، ما مرتبته في علم الحديث؟ هل وصل إلى درجة أنه يحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية على غيره من الحفاظ أنهم يجهلون الحديث أو أنهم ضعاف في علمه؟ يعني معناه أنه قوي في الحديث وأن شيخ الإسلام ضعيف في الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يتفوه بمثل هذا الكلام على أهل العلم، يجهد في علومهم وفي درجاتهم العلمية الراسخة، يعرف قدر نفسه، هو يستحي من الله ومن خلقه أنه يتكلم بمثل هذا الكلام.